سلامات سلامات، ما تشوف شر. الله يسلمك يا ابو المها. ورغم ذلك تتابع النصر؟ النصر عشق الطفولة. الله لا يوفقك يا مخلد سحر صبور. مندي تيس مندي تيس عرجي تقول رجل بعيد على يا حرام انها اكبر ما شاء الله من المستشفى كامل. هذا اللي يسمع كلام مخلد وبندر ترى صحيح اللحم زين. تيس مندي رز تيس مندي رز. لا تاكل الحوت. قمت من النوم برجلي ما اقدر امشي عليها، الاصبع الكبير ذا الله يكرمك ويكرم السامعين والمشاهدين ما اقدر. الولد ايش فيني؟ لا طحت لا انكسرت ولا فيني ولا شيء، بس ما اقدر امشي. تعرف تدري وش يسمى المرض هذا يا ابو ربيع؟ ايش يسمى؟ النقرس. عارف هذا قال ملوك ولا يجي غراء المطنخ اللي مثلك. والله اني صادق. شوف ما شاء الله على رجولك ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم ما الله لا يوفق عدوك يا مخلد. تيس مندي رز تيس مندي رز لحم تيس مندي مضبي. والله التيس هذا اللي يجيب كلها ملاح. ايه اكل ايش تاكل اللحوم؟ لا عاد تاكلها، خليك على الدجاج ابركلك. دجاج يا تطلي؟ والله بكره نلقى سيقال كش كبارها. استغفر الله ورحمة الله، يجيني داء الفيل. استغفر الله العظيم. الله يشفيك يا ابو ربيع ان شاء الله وما تشوف شر. ان شاء الله توبه، اللحم شهر قدام ما اكل لحم. كل اشوفك بكره. يا ربي لا تغير علينا هذا والله. اللهم لك الحمد. من زود النعمه. يا رب لك الحمد. والله احمد الله واشكره. دا الملوك؟ دا الملوك، ما يجي غراء اللي في راسي مسطر. داري والله، لو اني ارخمه ما يجيني. الله لك الحمد. يا ويلك ويلك. انا ولد ابوي. اخس شيء يا الحين. ذكرني ايام المدرسه التطعيمات. بو 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 بو. عند امي تقول تدري ايش المشكله يا غازي؟ ها انا المشكله انك كنت انت موجود هنا، المشكله انك موجود هنا. انا ليش دقيت؟ احط لك هاي بس هذا تنزل دم. ينزل دم. ها؟ ينزل دم. ينزل دم منك. خليه يمسك بيدينه لا تحطها بي. برك امسك بيدينه. اي اي. الى متى؟ دقيقه. ماكسيموم. 2 مينت ماكسيموم. يعني دقيقتين. دقيقتين. طيب. تدري اللي خايف له شنو؟ ان هذه تصير يا ولد اخاف انها غرغري. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي اي فار الله ولا فارق. طرحناك عليك خلينا نزلني يسجد وما اقدر انزل. بسم الله بسم الله. لا والله لك والله ما كان في رجولك شيء ما شاء الله عليك. شوفي لو قبلت على الذنب حط مخافه الله بين عيونك وتتيسر امورك كلها. ان بغيت مطر جاك وان بغيت فلوس جاتك وكل اللي تريده نفسك بيجيك لحدك. بس اعصم النفس هذه، لا تقول مغر هالمرة مغر هي اللي دورتنا مغر هالمرة هذه. ترى أولها دلع وآخرها ولع، بعدين تدمن تدمن المعصية إدمان أعوذ بالله. وأنا يا أخوك يا أخوك والله ما بالك الشيء اللي ما بزين، أول شيء يضر نفسك وبعدين تحجب رحمة الله عنا. لا ينزل علينا لا مطر ولا ينزل علينا شيء، وتمحل الأرض ويجوع الحلال وأمور نخلها على الله. وأنا أخوك أكلمكم من مطار العاصمة يا جماعة، متوجه إن شاء الله لتبوك. تبوك الورد، تبوك اللي ترعرعت فيها. ترى أيام الابتدائية كنت أدرس في تبوك، من تبوك لتيمة، فما أنساها. صار لي موقف فيها، وأول ما جت بطاقات الشحن هذه كان تحت شقتنا صرافة. وأنا ألقى البطاقة أشوف أبوي يسحب من الصرافة، أحسب إن هي بطاقة إذا دخلتها تجيب لك فلوس. اجيك ولا القى البطاقه طايحه في الشارع. انا تغفل ابوي لان طلع فوق يدلف لها اغراض ما ادري وش يطلع ما ادري وش يودي. وانا اجيك وانا اخذ البطاقه حقت سوا هذه اللي كان عليها اس بلا زرق. وانا كفتها مع الصرافه والصرافه وا 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 والعالم تجمع. ايش فيك؟ لاني ورع. تحسب ان الدبره الزانه شيلها الحين تجيك الشرطة يروعوني؟ تاري ما عدد أنا الشرطة تمر من قدامي إلى شفتها عني ضربت الخريف.